Um jogador como o Elneny لعيب joga زي النني بيلعب في واحد من اكبر الانديه في انجلترا هو نادي الارسنال. وعبد الله السعيد نفسه ما ينفعش يلعبه بالطريقه اللي بيلعبوا بيها. فريق مصر ما كانش فيه عنده اي تنظيم تخطيطي خالص من الناحيه الهجوميه، كان في نص الملعب. في الناحيه الدفاعيه كان صفر تقريبا، كان سوى طارق حامد لوحده. وفي الناحية الهجومية ما نظموش أي هجوم. كم كرة اللي عليها كواليتي وصلت لمروان أو لأحمد علي بعدين. وصلت للفريق المنافس في 18 فريق منافس على طريق اللاعب الفردي لصلاح أو تريزيجيه. الكرة ما وصلتش هناك لأن كفريق لعب جماعي ما فيش كواليتي لعب جماعي. المتوقع دلوقتي ان بعد انتهاء جيل من اللاعبين الكبار منهم بركات صعب، وزي شرحت لهم بكده اللي بيحصل مع قطاع الناشئين والبراعم. لو تسمح لي انه مهم ان اعيد الكلام دوت، الاولاد دي بتلعب ساعة في الشهر، بيلعبوا 80 دقيقة بالظبط في الشهر. والدوريات انا قبل كده قلت انه بيبتدي في مايو، لا بيبتدي في مارس، وبتبتدي بعدها في اكتوبر بس 7 اشهر توقف لدوريات البراعم. دوري البراعم بيبقى لمده 5 شهور بس. الاولاد بتكبر وبتتطور وبتنمو في الماتشات، يلعبوا تلت ساعة في الأسبوع، وكل فريق فيه ثلاث فرق بتلعب بنفس الماتش، لكل أب عايز يشوف ابنه بيلعب وشايف ابنه أحسن من أي ابن أي حد تاني مع في الأكاديمية. فبيلعبوا فرق A, B, C في نفس الفريق اللي بيلعب في الماتش، ودول المفروض بيمثلوا مستقبل الكورة في مصر. اتحاد الكورة ما ينفعش يسمح بحاجة زي دي، إن الدوريات للفرق الخمسة والسبعة والتسعة بيلعبوا 5 شهور بس في السنة وبيلعبوا مرة واحدة بس. تمام، السؤال بس